انت تفتكري ان المناولة اللي بتتناوليها من غير ما تكون عندك حياتك التوبة الحقيقية هتعمل لك حاجة؟ بالعكس، دي ممكن تعمل العكس. ما تزعليش مني، تقول بس ده جسد الرب وده، وانت نسيت ايد الله القدوس مسكت اللقمة وديتها ليهوذا. ايه اللي حصل؟ لما اخذ اللقمة دخل الشيطان. ياخد لقمة من ايد الله القدوس. ايد الله القدوس اداله اللقمة، يعني بيقوله عايز اشبعك، بس هو خدها وبيقوله انا مش عايز شبعك، انا هبيعك. فدخل الشيطان، كان في صف الشيطان اكتر ما يكون في صف الله. هم واخدين التابوت، واخدينه ليه؟ مش حبا في التابوت، لا، عشان النصرة. يمكن لما يدخل في وسطينا يحارب عننا، فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. عشان تخلص من يد أعدائك واخلص من خطاياك وأخطائك. بكتير بقول لكم كده، حياة الإنسان زي الصليب، خط رأسي خط أفقي. لما الخط الرأسي يتعوج، الخط اللي بينك وبين ربنا يتعوج. فعشان انت ما بتشوفوش، فربنا عشان يفهمك يعوج لك الخط ايه؟ الافقي. تلاقي المشاكل نزلت على دماغك، وده مزعلك، وده متضايق منك، وده واقف ضدك، وده بيتحداك. ما تقعدش تبص في الخط الافقي وتصلحه، انساه. وما نعمل ايه؟ قول له انا زعلتك فيه، اصلح الخط الرأسي. الخط الافقي لوحده يتصلح، حتى اعدائه. اذا ارضت الرب طرق انسان جعل حتى اعدائه يسالمونه. فارسل الشعب الى شيلوه سلام، وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم. شوف العظمة. بس كان في حاجتين بتعيق. كان هناك أبناء عالي وحفني وفنحاس مع تابوت عهد الرب الله. أفتكر آية قالها أرميا النبي، أنا حافظها صم من وأنا في إعدادي، وكنت دايما أقولها لنفسي، وما كنتش أعرف أنها تسمى أرميا، لكن كنت دايما أقولها لنفسي. عارف بيقول إيه؟ وأقولها لكم، ياريت تحفظوها. مال التبن مع الحنطة، تقدروا تحفظوها دي؟ مال التبن مع الحنطة. ليه بتخلط التبن مع القمح؟ ليه بتخلط البركة مع الشر؟ ليه هنا تقف تسبح وتطلع برا تمسك سيرة الناس وتفتح بقك وتتخانق مع خلق ربنا؟ ليه مال التبن مع الحنطة؟ ليه تعرج بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله اعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه.